الكلين بترول هل اخذ معاه بوتاسيوم وهل ابدا فيه باقل جرعه افضل او ابدا ب 40 ملغ؟ طبعا هذه ماده ممنوعه ومحظوره رب باب التثقيف والتعليم. شوف اذا تبي تفهم كل شيء دام سؤالك بهذه الطريقه معناته تحتاج تثقف نفسك فعليا في الكلين بترول، واللي يبي يفهم كل شيء في الكلين بترول يشوف حلقتي عن الكلين بترول تكلمت عن كل شيء بما في ذلك موضوع الجرعات. اما البوتاسيوم ابدا لا تاخذ بوتاسيوم مع الكلين بترول بشكل عشوائي نهائيا. شوف الحلقه راح تستوعب كل شيء خاص بهذا الجانب. ليش التمرين قبل النوم مباشره يسبب ارق؟ حلو سؤالك. التمرين شو يسوي؟ التمرين اولا يزيد درجه حراره جسمك، فاذا ارتفعت درجه حراره جسمك بالتالي قدرتك للخلود للنوم راح تكون اضعف واقل. ثانيا التمرين يزيد تنبيه الجهاز العصبي، فبعد التمرين ما يزال جهازك العصبي في حاله نشاط عاليه، واذا هذا الامر موجود ايضا قدرتك للخلود للنوم راح تكون اقل، واذا نمت جوده النوم قد تتاثر. لذلك دائما نفضل اذا راح تتمرن حاول تبعد التمرين عن وقت النوم، ما لما يكون عندك اي طريقه اخرى الا او وقت اخر الا هذا الوقت. فدائما يفضل ما تتمرن مباشره قبل وقت النوم، على الاقل هناك ساعات قبل موعد النوم يفضل ذلك. فنعم ممكن يأثر جدا في النوم وجودة النوم كذلك. رأيك مساعد عن الشيلاجيت وكم الجرعة المناسبة وإيش أفضل فورمولا؟ أنصح بشدة أنك تشوف حلقتي عن الشيلاجيت، أفضل حلقة على اليوتيوب باللغة العربية عن الشيلاجيت، فعليا راح تفهم كل شيء خاص عن هذا الأمر وراح تأخذ الخلاصة الكاملة عن الشيلاجيت. هذا الرابط ادخل الآن وشوف الحلقة. السيترولين عندي جرعتها 3 جرام، كيف تقول 8؟ 3 جرام ما بسوي لك شيء، 3 جرام بسوي فيها زيدها، اذا عندك 3 ضاعفها خلا 6، اضعف الايمان 6، 6 الى 8 جرام راح تكون مناسبه جدا لاعطائك النتيجه المطلوبه. 3 جرام. هل هناك ضرر من استخدام الفا جي بي سي لمده طويله؟ شوف اذا بتستخدمه يوميا لمده طويله ما اقدر اضمن لك هذا الامر، ولكن بتستخدمه وقت الحاجة يعني مرتين ثلاث مرات في الأسبوع ما في إشكالية، ولكن موضوع أنك كل يوم تأخذه لا أستطيع الجزم في هذا الأمر. أنا شخصيا ما أستخدمه كل يوم، ليش أستخدمه كل يوم؟ هل أنا كل يوم أحتاج أن يكون عندي تركيز عالي ولا عندي عمل معين ولا على فضل ذلك؟ أصلا أنت ما تبي تعود جسمك على جرعات عالية من الكولين في المخ دائما، فبالتالي إذا ما كان موجود هل ممكن هذا الأمر يعطيك تأثير سلبي؟ لا أستطيع الجزم بذلك، ولكن الأفضل استخدامه وقت الحاجة. أي نوع من أنواع النوتروبيكس مفروض واحد يأخذهم فقط وقت الحاجة، ما يأخذهم طول الوقت. شو رأيك باللي يقول أن الأوميغا 3 تقلل من هرمون التستوستيرون؟ في كلام أيضا على الصويا، ما صح ذلك؟ اللي ساكنين صوبي صوتي هان وي 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 داش في أذين أذني. كمل أسئلة. طب بركاته أنا لاعب طبيعي وفي مرحلة تضخيم، هل مناسب استخدم ألف لابويك أسيد؟ ما تحتاجه. إذا أنت بتاخذ عشان حساسية الأنسولين تأخذ ألف لابويك أسيد، أخذ بربرين، أخذ بربرين 1500 ملغرام كفاية جدا إلى 2000 بالكثير. ألف لابويك أسيد ما في أي مقارنة بينه وبين البربرين، البربرين رقم واحد لهذا الأمر. ألف لابويك أسيد إذا بتاخذه لهدف أنه راح يساعدك مثلا كمضاد أكسدة، لكن هل تحتاجه فعليا في هذه المرحلة؟ لا. هل البري ورك أوت كل يوم لا ضرر على المدى البعيد؟ لا، ما في ضرر إن شاء الله دامك ملتزم بالجرعات، ما في ضرر. الأمر الوحيد ممكن يحدث معاك أن جسمك يتكيف ويتعود على الكافيين، كافيين جسمك ممكن يتعود عليه فترة فتحتاج توقفه مثلا أسبوع بعدين ترجع له مرة ثانية، فبس هذا الشيء الوحيد ان جسمك ممكن يتعود عليه وتاثيره ما يكون نفس في البدايه. اما انه يضرك على المدى البعيد اذا ملتزم بالكميات ان شاء الله لا. هل الفا جي بي سي يساعد على الدراسه والمذاكره؟ نعم 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 نعم. هو فكره الالفا جي بي سي انك راح يضخ لك كولين اكثر في المخ، لانه يستطيع انه يخترق الجدار الدموي للدماغ، بالتالي الالفا جي بي سي يدخل الى داخل المخ ويزيد لك الكولين. زين الكولين اذا زاد شنو ممكن يفيد؟ يفيد في تصنيع نواقل عصبية اللي هي بالذات اللي اسمها أستيل كولين. أستيل كولين ناقل عصبي مهم جدا
يسرع من نقل الإشارات العصبية، بالتالي مخك يشتغل بشكل أفضل. عادة الأشخاص يستفيدون أكثر من الألفا جي بي سي لعندهم الكولين يكون منخفض في الدماغ، لكن ما راح تقدر تعرف هذا الأمر، صعب أنك تقيس مستوى الكولين في المخ، بالتالي تأخذه وتجرب. وأنا صراحة من الأشخاص المستفيدين منك بشكل كبير، وعارف ناس أيضا مستفيدين منه بشكل كبير جدا. الجرعة الواحد يأخذها 300 إلى 600 ملغرام قبل نص ساعة ساعة من الحدث اللي راح تسويه. كيف أعرف أن عندي مقاومة أنسولين؟ مقاومة الأنسولين ممكن قياسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن طبعا هذه أفضل ترجع حق الطبيب. الطريقة المباشرة عندك اللي هو أنسولين الصيام، اللي هو الفاستنج أنسولين، أيضا اللي هو اللي يسمونه الهم هوميوستاسيس مودل أسسمنت، وأيضا في طريقة أخرى يسمونها الأورال جلوكوز تولرنس تيست. هذا طرق مباشرة. أما الطرق الغير مباشرة ممكن تقيس السكر التراكمي اللي هو يسمونه ال HbA1c، هذا يعطيك تصور مستوى السكر في آخر 3 شهور تقريبا في أو شهرين أو 3 شهور في الدم، فبالتالي تعرف إذا أنت في مرحلة ما قبل السكر وبما معناه مقاومة الأنسولين، فممكن تعطيك تصور. فأفضل أرجع حق طبيب قول له والله أنا بفحص مقاومة الأنسولين، ممكن يعطيك الأمور اللي قلتها لك، أما اللي هو اللي يفحص لك الأنسولين الصيام أو يفحص لك اللي هو الأورال جلوكوز تولرنس تيست أو غيره، أو يقول لك خلاص افحص السكر التراكمي وخلنا نشوف شو السالفة. فأرجع حق طبيب أفضل في هذا الجانب. طيب شلون بيكون عنده علم صاحب الجمارك انها هرمونات؟ ما اعتقد الكل عنده علم عنها وشنو انواعها الى اخره. الفكره ان اللي يشتغلون في الجمارك مدربين، اذا هناك كميه تساوي كميه متاجره من علب ادويه، ما يعرف هو شنو بس علب ادويه واضحه الهرمونات علبها نفس الادويه، لازم يتاكد. بس اذا كميه شخصيه بفوتك، اغلب الدول تفوتك، والله ماخذ بس جروث علبه واحده مثلا، تستصرون علبه علبتين عادي بيطوفك، اغلب الدول بتطوفك. ولكن اذا كميه متاجره مستحيل يفوتك، لازم يعرف هذا شنو. اذا فوتك يا انه ما شافها وما تاكد، او انه يعرف الشخص ففوته لانه هو يبي يفوته. ما يمر الموضوع مر كرام من الجمارك، لان هذه امور ممنوعه. اللي معهم توتر وقلق ينفع ياخذون بري ورك اوت مثل السيتورين ماليت والبيتالينين. والله شوفوا حالات اي حالات طبيه او صحيه او غيرها ما اقدر افتي فيها. يعني شوف السيتورين مسارات اللي اعرفها انا في مجالي مسارات خاصه بانتاج ماده اسمها نيتريك اوكسايد، وهي ضخ دم او توسع الاوعيه الدمويه وتضخ الدم بشكل افضل واسرع. البيتا الانين يتحول الى ماده اخرى في العضلات وهي لها علاقه بتخفيض حموضه الدم او عفوا زياره الحموضه. فهل هناك اي تعارض مع موضوع القلق والتوتر؟ وفضل لا، وفضل لا، ولكن اذا عندك حاله طبيه معينه الافضل تراجع الطبيب افضل دائما. وش الاحسن من الانبادي بخبرتك؟ انا احب اسمع. الله يطول عمرك. افضل شيء شغلتين، اولا النظر، تقارن ما بين سابقا والان، ان كان عن طريق الصور صور نفسك او تشوف نفسك تتابع نفسك كل فتره، انت تشوف نفسك في المراه في المنظره وتشوف ها انا تغيرت او لا، او صور نفسك طبعا افضل. الامر الثاني قياسات جسمك اما بالملابس او قياس بالشريط المتري، هذه كلها تساعدك انك تعرف الفرق فعليا. تيشيرت من اي ماركه لو سمحت، اسمها فالور، هذه ماركه بحرينيه فالور، هذه فانيله صار لها عندي يمكن 4 سنوات او 3 سنوات. فالور بكتبها لك هنا، ابحث عنها في انستغرام.
بس موجود شركات طبية تصنع هذه الأدوية. الستيرويد نعم فيه بس قليل يعني، وايد قليل جدا، عرفت؟ فبالتالي أنا أتكلم عن سوق العالم كله، سوق العالم كله أغلب كلام فاضي، عرفت؟ فنعم هو كلامك صحيح، ولكن مو الكل يقدر يوصل حق شيء، ومو الكل يعرف يعني هذه طبية مو طبية، وحتى بعض الشركات هي أندر جراوند تسمي نفسها طبية بس هي مو طبية. هلا فائدة المصابين بالـ ADHD، أي شخص مصاب بأي اضطرابات نفسية أو أي أمر من هذا الجانب، نفس اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لا يأخذ أي شيء ما لم يراجع طبيب ماله، لأنه قد يتعارض مع الوضع. الشباب اللي يبون برامج تغذية تضخيم، جهزت البرامج كلها من 2500 إلى 5000 سعره، 2500 2600 2700 بهالطريقة، كل 100 سعره زيادة برنامج مختلف. فما في شخص بيحتاج أقل من 2500 ولا أكثر من 5000 حق ضخم. أي إنسان جدا صعب تحصل على رحلة 5000. بالتالي أي إنسان، أي شخص فيكم راح يكون أحد هذه الخيارات يناسبه. طبعا راح تحصل البرنامج على حسب المعطيات اللي راح تدخلها في موقع عرب ولكس إن شاء الله. فخلنا نقول إن شاء الله الشهر القادم راح تكون البرامج موجودة، يعني راح أتوقع بعد أسبوعين زائد قاصر هو خلاص هاي حرب يضخم، راح يكون في خيارات جيدة. اللي ما يبي يأكل شنو يقدر يشرب بدال الأكل، عارف وقت الضخامة الواحد ما له رغبة، وإن شاء الله خير. أما الناس اللي يبون ينزلون وزنهم، برامجهم موجودة هني. أي شخص بنزل وزنه كل البرامج موجودة من 1200 سعرة إلى 2500 سعرة. الموقع جدا ذكي، استخدمت فيه ذكاء اصطناعي، حطيت كل مخي داخل الموقع يعطيك البرامج الأفضل بالنسبة لك. فإن شاء الله ترقبوا برامج التضخيم قريبا بإذن الله الشهر القادم. طبعا الفكرة مثل ما تعرفون موقع عربولكس أنه يعطيك برنامج تغذية بدون مدرب، ما تحتاج مدرب، كل شيء موجود في البرنامج، كل شيء واضح. إذا شفت الفيديو الشرح راح تفهم شلون تطبق البرنامج، شلون تغيره إذا بعدين غيرت شيء معين، شلون تنقص، شلون تزيد، في حال الجوع شو تسوي، في حال الشبع شو تسوي، الوجبة المفتوحة شو تسوي، كل هذا موجود في البرنامج. وبعد ما تنزل برامج التضخيم أيضا راح تنزل برامج التدريب. برامج التدريب مستوى آخر إن شاء الله راح يعجبكم وايد. تبي بوش بول ليك، دفع سحب أرجل، تبي سحلوي سفلي، تبي فول بري، تبي كل شيء، تتمرن 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام، متقدم متوسط مبتدئ، كل شيء خيارات مختلفة، فغيره وغيره. فاللي يبي برنامج تغذية للنزول الوزن لا تنسون برامج موجودة هني، وكل البرامج سعرها واحد كلها 29 دينار 290 ريال، تقدر تستمع عليه أشهر. ففعلياً قيمة بسيطة بفائدة عالية وخيارات مختلفة في الطعام. كل التوفيق لكم.